والآن أعطي الكلمة لممثل الكويت. شكرا سيدة الرئيس، نشكركم في البداية. نشكر في البداية السيد نيكولاي ملادنوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط على إحاطته القيمة حول الأحداث الأخيرة في قطاع غزة وآخر المستجدات في الأرض المحتلة، ونشيد بمساعيه ونؤكد دعمنا الكامل لجهوده. كما نشكر وفد الولايات المتحدة على طلب عقد هذه الجلسة لمناقشة الوضع في الأراضي المحتلة، وهو وضع يشهد مزيدا من التدهور في ظل استمرار الممارسات القمعية لسلطة الاحتلال الإسرائيلي. ونود أن نؤكد هنا على موقفنا المبدئي والثابت في إدانة استهداف المدنيين من قبل أي طرف وفي أي مكان وأي زمان، وتتحمل سلطة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد الأخير في الأراضي المحتلة. فطالما استمر هذا الاحتلال جاثما على الشعب الفلسطيني، فإن من حقه المشروع مقاومة هذا الاحتلال والتصدي له للدفاع عن تطلعاته وأحلامه بالاستقلال وبحياة حرة وكريمة. ونحن هنا ندعم نضاله ونحيي صموده أمام آلة البطش الإسرائيلية. إن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة لا يمكن تبريرها، فالاحتلال بحد ذاته انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويجب إنهاؤه باعتباره جوهر وأساس المشكلة والصراع في المنطقة. فمن غير المقبول أن يبقى المجتمع الدولي صامتا ولا يحرك ساكنا أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الأراضي المحتلة والمخالفة للقانون الإنساني الدولي وللقانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. فالاستيطان مستمر رغم إدانته من المجتمع الدولي ومطالبة مجلس الأمن بوقفه في القرار 2334، والاعتقالات مستمرة ومصادرة الأراضي وهدم المنازل تسير بشكل منظم وممنهج رغم الشجب والاستنكار من العالم المتحضر الرافض لهذه الممارسات اللا إنسانية. كما أن التدابير الأحادية غير القانونية وغير الشرعية لتهويد مدينة القدس وتغيير طبيعتها الديمغرافية وهويتها وقدسيتها الدينية مستمرة، إضافة إلى الاقتحامات المتكررة لساحات المسجد الأقصى في القدس من المستوطنين وقوات الاحتلال من حين إلى آخر لاستفزاز مشاعر المسلمين. وحصار غزة الذي تجاوز 10 أعوام وهو حصار خانق لما يقارب 2 مليون نسمة، ولم تحترم سلطة الاحتلال التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولم تستجب إلى المطالبات برفع القيود عن حركة الأشخاص والسلع وفتح المعابر في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في القطاع، مما فاقم من معاناة الشعب الفلسطيني وأصبح الشعور باليأس هو السائد. وفي الأسابيع القليلة الماضية استخدمت إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال الذخيرة الحية وأطلقت النار على متظاهرين مدنيين خرجوا للتعبير وبشكل سلمي لإحياء ذكرى مسيرة العودة الكبرى، واستشهد نتيجة لهذه المجزرة أكثر من 120 شخص بينهم أطفال، وجرح الآلاف، البعض منهم أصيبوا بعاهات دائمة. وقد تقدمنا بثلاثة بيانات صحفية نعبر فيها عن القلق من سقوط الضحايا ونؤكد على حقهم في التظاهر السلمي، وطالبنا بتحقيق مستقل وشفاف للتحقيق في هذه المذابح، ولكنها للأسف جميعها رفضت. ومن هذا المنطلق تقدمت دولة الكويت بمشروع قرار لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، فهو من يستحق الحماية وليس سلطة الاحتلال التي تدعي بأنها تدافع عن نفسها وهي تملك ترسانة هائلة ومتطورة من الأسلحة والعتاد وتستخدمها وبشكل مبالغ فيه ومفرط ضد شعب أعزل تحت الاحتلال. وقد حرصت دولة الكويت على الشفافية والشمولية في التفاوض على المشروع، وتم الأخذ بالعديد من التعديلات التي تم تقديمها، ونأمل عند طرحه للتصويت أن يتم اعتماده من المجلس، وبذلك يتم توجيه رسالة للشعب الفلسطيني بأن المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن سينصفه ويقف إلى جانبه في محنته ويشعر بمعاناته
وسيعمل ما في وسعه ويطلع بمسؤولياته لمساعدته على استعادة حقوقه المشروعة، وأن العدالة التي طال انتظارها ستتحقق في النهاية. ونرحب في هذا السياق بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي اتخذ بتاريخ 18 مايو 2018 الخاص بإرسال لجنة تحقيق بشكل عاجل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص في قطاع غزة للتحقيق في كافة الانتهاكات الإسرائيلية. وفي الختام، تدعم دولة الكويت خيار السلام باعتباره الخيار الاستراتيجي الذي أكدت عليه قرارات الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة دول عدم الانحياز في العديد من مؤتمراتها. فالسلام الشامل والعادل والدائم الذي يستند على قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 242 و338 و1597 و1515 ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق والمبادرة العربية للسلام هو الهدف المنشود الذي يجب أن يفضي إلى انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها في 4 يونيو 1967 ونيل الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه السياسية المشروعة بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية. وشكرا السيدة. I thank the representative of Kuwait for his statement and now I... شكرا لمندوب الكويت على بيانه.